هاد الوقفه اليوم كتجي في اطار واحد مجموعه سلسله من الاحتجاجات اللي كتخوضها الاطر الاداريه المتضاربه على الصعيد الوطني. هذه الوقفه الثانيه بالعاصمه الرباط للمطالبه بمجموعه من الحقوق، وعلى راسها التخرج بالدرجه الممتازه والاحتفاظ بدرجات بسنوات ديال الاقدميه. للتذكير فقط بان الاطر الاداريه المتدربه دخلت مراكز التكوين هذه السنه بشروط استثنائيه تتمثل ب 15 سنه من الاقدميه، بالاضافه للدخول بسلم 11 وكذلك بالاجازه، وهذه شروط استثنائيه لم يسبق الاطر الاداريه ان دخلت بها الى المركز. فاذا كنا دخلنا الى المراكز بشروط استثنائيه فمطلبنا كذلك استثنائي بان نتخرج به بالدرجه الممتازه. اذا المطلب ديال هذه الاطر الاداريه اللي كتحتاج الان امام البرلمان، المطلب الرئيسي هو التخرج بالدرجه الممتازه، بالاضافه الى مطالب اخرى من بينها الاحتفاظ بالسنوات الاقدميه، من بينها اعلان المناصب الكامله ديال المناصب ديال التخرج، بالاضافه كذلك حركيه ما بين الاسلاك بثلاثه، الابتدائي والاعدادي والثانوي. هذا بالاضافه لشروط المطالب اخرى كتمثل مثلا في اقرار تعويضات على الاطار. ترقية.